الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور علي ورطة وحن لا اطمئن وابشر اسكن بشارة يسو قلبي انا يقول ديقو اذا كل الله ما ترتمي يسوال كم فرد هذا الدعدة ماركا مجالس نواب بحداء لطمع كالنو كوجر وديع كرتا ماركا اسكن ديقنو ان شاء الله. واحد ويدي سي الرنتاس رنتي وقتك بالتحديد سيدة هذا دتك عسبتال هذا كل شيء أما ما لا تاريخ هذا اللي يقام كل شيء أنا وكما دلن وعن كل شيء ميل بادية قيد هوستيس أنا عسبتال هين سيدة صومالي دهور أبضي ولما يدو السفر لي هاي ومسافر لي هاي وغير كل نقراع هاي نقوات غان سوما روبر كدو ماشا سوقو هيا يو يدو ريركو هيا يهي ونقرع يهي هيا هويا الله نحسته يدو أور سارن سيد الله إيش هاي أور كينا ويسوق غاري مقي عيسان غاري ديوال ليه جري هيا سوق الله انتفاع صدو بان قراصي مركا أور كاسي سارن يدو هويا يدو علوشي يوسي ده رحمة الله تعالى عليها ان جيت كهوستي سالو لي حييدي اسلامي هلكا سوا كودلاتي با لي ويري جيت كينا وا لي توسي ورتا تاريخ دو بالتحديد كان اسا ما جرتو لكن ادقي مغالدا جوغي او ماركتي ديو وحا تاريخا لا سوده ما بلاها لا سوده سدا والدك الله نحرستو يو نيغي ولالكي يغي وينا او عرضك اها احمد الدرس اللي جو سمكا عدن جوغي أي واحد إيش يجين هنا يكون دنيت كل يسقال بقول يكنتني سديدي كل يسقال بقول يكنتني سديدي بيش بتحديد ما قرنا إنه لكن وقت جاء هذه لقى قياسه شعب عبد الرشيد وحنكوين هاي إلى لحظة توصل وما راس الحمد لله رب العالمين شاع علي سمن ويل يروي وكسر الدوانة يا كوا عند الله وكسر الدوانة يا تكبير تاسنا معها تكبير شعالي وحسود دلي شداء وحسوسياء إن يرهد نعلقا كسي الدروء وكسي فحيو قريقي مكا عيلا دميادا حسوسا مركا إيمان جري سديتنات كي وويل كعب شكور بان ميرو دي فريسين جري إيمان حسوس ما حسوس تنقوي كا إيمان جري تقولي حتى هاي محسوسا كرتدو يرى يعني ويل كان ويل كان قال لعي عياري جري ما شاء الله فريسين على كل حال رشدوا تاس وقت قاس بيقويا كو 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 حددت تقريبا إلهي بس قرنية ماشي نقول شيء ودقم القندلاء بادية هذا وقبل كبري صوماليا أبي الله نحرستي سقوا يقدونا ورقيا بدت قاركيس وسمى مغلان لكن هدا نمشي جيا هدي أي ماركتي وحكي جرين مقدية أبي يسوي مهاجرة ودول كاسي من صوماليا وحنكية من ذلك إريتريا إريتريا يوكيمي وحسود دقي دول كاس بريقة وكبروا قبي حول بضم بومارت جنا عصدوها مقالوا إن كاس وردن بوساسو يو قندلا يعلولا يو حابو يو جسلي يو دول كا حبتا صوردن بودقي ودوكا مقولها الحمد لله مركا يسوي هالكاس يوكيمي لكن أنا وصومالي بانا شغلكم اللي هي إريتريا أفهان يدقن أهان يدقن أهان انتوا يشعر أهان وحانا هاي صومالي مقالا سأقول الشيء الحمد لله يدان قبر باري دوكسي قرآن كسيدة عديدة يعني صومالي دقن كيدو أها عن قوغلي كدي من اسكول كوران تكيسي كورنك تكدي من حمر بان موبرقي مقالا مقدشو اسكول كالكاسا عن قوغلي وحايا لها يقو التجربة في عنايد مركيا دوكسي قد حدقنا يي وحاكمي ده هيد أولولي درميقة وأنك قريب قال يكون يسقال بقولي تطواتني يا أفرتي تسوق أنك قاطي دروس تقوى وين هذا نقول سهر مرينا يا أوه جعل كدولك الصوماليات يا صومالي نماذا يا برشة دولك الصوماليات وحليقي أنا جو قندلا كل شيء وبري كيمي ومقدش مرجع قدر غنا بادية قال الجوهر كقول الشباب هذا دحليقي أرض اللي حيته من جرنا وانها القص يعني دغن كي صوماليات يدد كي صوماليات يومض صوماليات سلاح قلك هذه يحبذنا كفايدستي هذه كده منه
waxaan u baxay dalka dibadiisa 1975 anuu markii dadku safarta bannaanka aadeen qurbaha waa ka horreeyey 1975kii cadan baan tegey xoogaa baan iskuulka ka sii dhigtay kadibna 1977-dii bishii labaad waxaan galay dalka sacuudiga ilaahay amarkiis iyo cajaa'ibta iyo qudrada waxaan ku socday kuweyt risq raadis baan ahaa nin dhallinyaro ah oo 19 jir ah laakiin 3 maalmood baan waxaan qaatay oo ah transit dalka sacuudiga markii la ii diiday cimriyo waxaas kadibna 3 maalmood waxay noqotay 3 iyo 4 sano ilaa hadda inaan maka deganahay ilaahay fadligiis meesha qofku marka wax loogu qorayo ama cimrigiisu uu noqonayo ama dartiisu ay noqonayso ma oga meeshii dhulka ilaahay ugu barakaysnayd ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala deegaankayga ka dhigay iyadan maaragtay inta cimrigayga ilaa hadda ilaa waqtigaas 19 jirka aan ahaa aan ka safro aan meelaha aado yurub aado maraykan aado aasiya aado soomaaliya aado in kale aado laakiin deegaankayga rasmiga ahay wuxuu ahaa ilaa haddana yahay magaalada barakaysan ee maka almukarama iyada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunka iyo dacwada iyo diinta jacaylkeeda ilaahay igu siiyey ma dhigan anigu sida saaxiibaday waqtigaas yimi waxay galeen jaamacadda maka iyo jaamacadda madiina anigu labada jaamacadood midna ma gelin ilaahayna ima qadarin laakiin waxaan isleeyahay waa ka sii fiicnayd baan helay oo ah inaan culimmada hoos fadhiisto oo xarameynka labada masjidba aan culimmadeeda wax ka barto masaajidda kaleeto culimmadii casrigan soo martay muslimiinta ducaadii ugu waaweyneyd aan ilaahay wuxuu ii qadaray inaan hoos fadhiisto oo aan wax ka akhristo muddana aan la noolaado alxamdu lilaahi rabbil caalamiin waxaan ku fikiri jiray inaan iska noqdo dacya waqtigaas aan 20 jirka ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ii xaqiijiyey qur-aanka sidii sheekh cabdirashiid yaraantii kumaanan xifdin waa dul maray oo waa bartay laakiin ma aanan xifdin qur-aanka waxaan xifdiyey aniga weyn oo caruur leh oo reer leh taasna waxay daliil u tahay in qofku haddii ay ka go'an tahay sidii sheekhu hadaay uu yidhi diyaar ma u nahay inaynu qur-aanka xifdinno haddii uu qofka niyad ka tahay diyaarna uu yahay waa xifdin karaa da' kasta uu yahay waxaa xalqadda xaramka markii aan sheekha ku dul akhrin jiray ama dhiganayay xifdiga nala dhigan jiray nin aniga markaa iga weynaa 70 jir oo pakistaani ah oo dalka pakistaani wuuna xifdiyey qur-aanka 5 sano kadib wuu dhammeeyey marka qur-aanka waqtiga kasta waa xifdin kartaa alxamdu lilahi rabbil caalamiin intii ka dambeysay haddee shaqada adduunka oo dee meeshan wadalkan ka shaqaysan jiray waxyaalo kala duwan oo shirkadaha iyo waxaas laakiin 30-kii sano ugu dambeysay dacwada iyo arrimaheedaas unbaan u badnaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu sugo dariiqaas ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu khaatumada iigu hagaajiyo duruusta yacni nolosha si aan warka kugu soo gaabiyo darsiga koowaad oo noloshaas yacni 60-ka sano hadda kor madaxa kala baxday aan isleeyahay waa ka qaadan kartaa dhallinyaraduna ay ka faa'iidaysan karaan waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaantiisa iyo kitaabka qur-aanka ah kariimka ah jacaylkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuugu furayaa jamiic alabwaab abwaab kasta ama albaab kasta oo kaa xiran marka nicmada ugu horeysa ama darsiga ugu horeya aan isleeyahay nolosha aan laga dhergi karin macaankeeda waa kitaabka qur-aanka ah waxyiga kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala taas waa darsi weeye darsiga labaad waxa weeye qofka haddii uu leeyahay himmad caaliya oo meel inuu gaaro u rabo ama hadaf iyo ujeedo uu leeyahay u baahan yahay himmaddaasu inay xambaarto iyadaa u noqonaysa labada baal
أنفسنا مركي مثلا قرآن كان حفظني معلنك صلاة الفجر ساعة كهر بنقولي سو قتجي جري كده نواسوق هذه جري معلنك وعن قوة تكنجرني حرم كشريف كعبضة كده من هدرسي أيان وقبي حجري كده من قرقي أيان كوعل جري كده من أنا قو مركز عن شقدي ده هذه جري مرق الله وسع كهر وين الدير قروبة صلاة الفجر كهر مساعد ويران كهر سيانو اللي بستون طقو ويسقون سوق هذا ونوقي هذا نوع عليو هذا ندرس كسوة هذا نعصون هذا انتاس وحا يحمباري جعيل كاب مركا هدي هذه المادة هذا هيسو وحبك وقما أذكان يان وحب الصعب وقما نقون يان ها علي السنة تاس نوع قضب قضبك صد حاضر وان كتر يو حوي يعني سفرتا هي دعوذا بضن دروس بضن بي كسيسا لكن هذا الدرسي أياني سليعي ونو ذاقي كرتا إلهي سبحانه وتعالى إخلاص كان نقول إرزاقه دعائي لأن يرضى ضدك دعوذ الدين إلهي دونية إخلاص كإلهي سبحانه وتعالى قلبك إنه ضاع عدنموك أقاده إدكالو لو ذاقي كرتا أما كلو ذاقي كرتا مجرتو إدكالو أدو قم جاملين كريسانا مجرتو لكن ومد النجاح حاجة أما قوش هذا كوات كيني كرتا إذن هذا كل مجاملين إن إذا نتصن إلى هاي قلب جاجة هكذا على عضو وحرنتو طاي كنا ولا يمو وتكون نجح يساد عودة أما الدين هذا أما وحي عضو الضوء نوع كستبه النقضو مد الله بابنا وحوي عودة سوا عضو حكي كين كرتا إن النفط على سيسو نفط على إن سيسو كل جد سوا طاي ويدك يمشي وحال جيّا بعدين عيبنا وكلتو إني كاجا كاجا تجان وصح هذا مثلا عنك وحن قرصنا هاي إني وحيال بدنا كلي جيت جايان عرورتي دي وحيال بدنا حق يقول هاي إن أنا هيلي غير هاي إن أنا هيلي أنا جي النفط دي إن أنا هيلي هاي وحيال يدون كبان كالله يا لكن هدي آذ دوني سو مبدأ أما في سالو أما أجدو إن الحق يجس النفط هذا إن تسوي أورتو وحيالك لو بدن بتكوين يساوى صح وكاد يلين ايه يقرأ وحان وين ديستا اما حاسس كان نغضان اما يلمها نغضان عذر دار ايه عفيس واي وقتك ايه بدن او مرر بدن انسين لها ايه وحقوب حيا امضا ايه دعوة ده والغا ياوين كوبا مركا هنا يقع عفيان ويقصيان لكن اذيقنا مركا سنبادو حقوك يعني كرتا مبدأ الحنبار سنتاين بس نوحا نسلي ايه وحيالها دروس ده بعد رو يدين شيء جيّا ووركس وقت ما يا دانو شاع على سؤال يقول صار نقل ده كان صار ماليات أيان أنا وقصر له كوري أنت إنه قصر لك هذا أنت إنه قصر لك هذا وحنا من سنة يجنا إنا برتاي يجونا يبرتين ساس درت وحنا يدين كل شيء جيّا وحياله هذا يعني حمام بدن بجرته ولا قشك شو ما أنت واحد يدين شيء جيّا أنا أقول يعني كل سنة أن كقبو ضدك الصوماليات إن يتهي مدة أن النجاح يقيبت قوته يعني هدي أن وحكون نجحي أما عمل أن أقول يستي بعد الله السبب وحوا كل سنة أنا أن كقبو ضدك أس for example هدي أن مال إما ضوضن ولقي أنا أتك أما قبل أنا ولقي تورتوا وضم ملك قبل هذا الصومالي أردن لو يعد لك الصوت بلابو إلا يرأس كمبوني قبل أنا انتقن أما أنا دعوك قلين أما أنا وحكاون مجرور تجربة في عمبر مركو لها قبائل كذا ضد كذا مقالوين كذا وانبر طيبك وانا لن نولا ذا قدو يدي بد حالدين شيقية سيقو دهانات ضد في عنيه ضد رسالة يأدون لكفر كان إنه يهين هدي هلان وقانكي ونكسنا يكفر إلا إنه يهين وحلال يوحي الله دورنا شعوب تأدونك أن لقيه لكريم إن لقيه لأيه ومزاده وقار إليه ابن آدم ويعيبه هذا كله وليه لكن انت أصنع تجربة أنك أنك لصوب بحي ساس درتاد
haddii aan reer kasta ama magaalo kasta ama gobol kasta dad soomaaliyeedu meel jooga haddii aan u tago waxaan ogahay ama aan aaminsanahay oo ku kalsoonahay inaan ku najixi karo ma marmo baan aaminsan. Waxaana la yidhaahdaa dee sidaa adigu dadka ka ictiqaado ayay adigana ku noqdaan. Saasaana ilaahay subxaanahu watacaala iga siiyey. ilaahayna waxaan ka baryayaa khayrkaas iyo maxabadaas inuu ilaahay subxaanahu watacaala noo daaim yeelo. sheekh cali haddaan waxba ku harin wiil yar inaad tahay ayaan markhaati halkan uga kacay maanta ugu yaraan 10 sano aan kaa weynahay marka insha allahu tacaala soo dhowo.